السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس الفكرة اللي احنا أخذناها دي، نفس الفكرة اللي أخذناها دي بالظبط، عايزين نشتغلها بس هنكريت بقى. خلاص احنا التيبل الموجود، احنا عايزين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نضيف بيانات، يعني عايزين نأد نيو امبلي كده، تمام؟ ونبدأ بقى نعمل الابديت والديليت والسيلكت وكل حاجة، بس هنعمل كل الكراد اوبريشنز بتاعتنا بقى على الايه؟ على الداتابيز بتاعتنا دي. فانا هاجي كده وهعمل اكزامبل جديد. ده بقى مهمته، مش كريت الام تيبل خالص ولا الكلام ده كله، مهمته كلها اد ام، هي الفانكشن هي اد ام، ولذلك لازم اناديلها ابعت لها الاي دي والنيم والجوب والسلام. ده اصلا عشان تقدر تشتغل ابعت لها البيانات عشان يسجل لي امبلي جديد. بس الكويري مش هيبقى اسمه دروب ولا اسمه كرييت ولا مفيش كلام من ده. الكويري هنا كويري مختلف ومهم، وهو كويري اسمه انسيرت، تمام. بس ما معنى اسمه function لكن المهم كريت مش تنفعنا، ما ينفعنا لدينا بصينا على الأوامر المفترض ان احنا نستخدمها. ده كده انشاء تيبل، عشان نضيف فيه بنقول insert، تمام، into the underscore الامبلوي تمام. set into employee values، وبعد values ببعت بقى القيم اللي انا عايزها. الاي دي مثلا 1111 مثلا، دي حاططها ما بين سنجل كوت لان هو كاركتر، كل كاركتر بحطه ما بين سنجل كوت. النيم برضه هو كاركتر حتى لو كان فاريبل كاركتر، بس هو كاركتر برضه. مثلا اقول احمد. هو حضرتك قافل الصوت ولا مشكله عندنا؟ send to employees values 4 وحاجه اسمه احمد علي. اكمل الجوب مثلا، اعمل مثلا جوب اسمها تيستر كوما سالري. السالري هنا ده رقم ما بيتكتبش من دبل كود، ما بيتكتبش من سنجل كود. اقول له مثلا ايه 17000 مثلا. خلاص ده امر الانسيرت، الامر كده بيتكتب كده. سيرت انتو بتغير اسم التيبل، والقيم بتبعتها على الترتيب زي ما انت ماشي. اي دي نيم جوب سالري، اي دي نيم جوب سالري. الارقام بتتكتب كده من غير ما انا كنت مستخدم الكود، وبقى كله بيتحط بالسيمبل كود، سواء كان تكست او كان ديتا او ايا كان. وده الشكل السنتكس العام بتاع الجمله، بتاع جمله الانسيرت. ده السنتكس العام بتاع جمله الايه؟ الانسيرت. طول ماشي، يعني المفروض انا اكون من الجمله دي قصه، يعني سهل ان شاء الله. عشان اكون من الجمله دي قصه، قام رايح هنا اقول له اه بدل الكريت دي انا عندي انسيرت بدلها اهي. فنسيت ان انتو ابلي كذا 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 احمد علي تستر مش عارف. لو انا نفذت دلوقتي الامر، يعني ناديته نفذت هيشتغل، بس الاي دي هيفضل طول عمره 4 وحاجات، والشخص اسمه دايما احمد علي، ودايما وظيفه تستر، ودايما بياخد 17000، لان دي كده نص ثابت كده. ده كده نص ايه؟ ثابت. انا مش عايز كده، انا ده دي المفروض تتغير، ده اكزامبل، وده المفروض يتغير. ده يجي من الاي دي اللي هو البارام اللي اتبعت لي هنا، وده النيم ده يجي من النيم، والجوب دي تيجي من الجوب، والسالري دي تيجي من السالري. المفروض تبقى الجمله كده متغيره دايما على حسب البارامز المبعوثه، مش تبقى جمله ثابته كده، صح كده؟ انا ممكن طبعا اكمل على سطر جديد، يعني اعمل بس كده عشان بس الجمله تبقى مريحه للنظر. يعني insert into employee values دي كده المفروض تتغير. انا هشرب حاجه اسمها فورمات، هشرب حاجه اسمها فورمات. لو جاي اعمل ايه؟ اعمل كده افتح قوس المجموعه ده واقفله كده اهو. الحته دي معناها ان الحته دي انا هبقى ابعت لك القيمه بتاعتها، يعني الحته مش ثابته، مش ثابته، تمام؟ هاجي هنا وابعت لك القيمه اللي انا عايزها. طب وبالنسبه لاحمد علي قلت له نفس الكلام، بالنسبه لاحمد علي دي انا
برضه هنا دي هتتغير. طب وبالنسبه للتستر بتقول نفس الكلام، الحته دي بس بالظبط كده هتتغير. طب وبالنسبه لحته كلمه 17000 ترو دي برضه 17000 دي هتتغير الحته دي كده. وخد بالك من السنجل كوتس والكوماس، انا سبت كل حاجه موجوده في مكان، انا بس مكان القيم فقط، القيم فقط هي اللي طلعتها بره. وجاي له دوت فورمات وابعت بقى قيم بالترتيب. اول واحد جت الاي دي، اعمل له الاي دي كوما. ثاني واحد جت النيم، ابعت له النيم كوما. ثالث واحد جت الجوب، ابعت له الجوب كوما. اخر واحد جت السالري، ابعت له السالري وخلص كده. واحد بيقول لك يا دكتور السنتكس شكله كده، احنا بناكد اهو الستمنت بتاعت الماي سيكول ده الشكل، ده السنتكس بتاعها هي شكلها كده تمام. لكن احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي نستخدم ان احنا عايزين نشيل دي، لان دي مش عايز، انا مش عايز كمبيوتر تبقى ثابته على حسب ما اليوزر بيبعت. لذلك انا قصدي على البايثون يعني. هنا بقى بالبايثون بستخدم حاجه اسمها دوت فورمات. ايه الدوت فورمات؟ ادي السترنج الثابت، ادي السترنج الثابت اللي هو النص الثابت، والحتت المتغيره فيه حطيت بس الاقواس اللي بتاعت الايه؟ الاقواس دي اللي هي الكيرل بريسز دي تمام؟ اهو حطيتهم كده عشان اقول ان الحته دي هتتغير، الحته دي هتتغير، الحته دي هتتغير. وبقى نابع على فانكشن اسمها فورمات، وابعت الاي دي يسكن هنا، يشيل الكوسين دول ويسكن في الحته دي. النيم يشيل الكوسين دول ويسكن في الحته دي. الجوب يشيل الكوسين دول ويسكن في الحته دي. السالري يشيل الكوسين دول ويسكن في الحته دي. ممكن اكتب نفس الامر تاني بشكل اخر. خلونا ناخد شكل اخر بس عشان الناس ما تلخبطش. سيت انتو امبلوي مش عارف ايه فاليو ده واجي هنا؟ هم قالوا لا واقف بقى. دبل كوتيشن زائد زائد دبل كوتيشن. ومحط هنا مين؟ الاي دي. والنيم هقول له لا هنا بقى وقف لي، هقول له دبل كوتيشن زائد زائد دبل كوتيشن ومحط هنا النيم. ومكان الحته دي اقوم عامل لي هنا كده اهو الدبل كوتيشن زائد زائد، وقايل له هنا حط الجوب. وهنا هقول له هنا برده نفس الكلام دبل كوتيشن زائد زائد واحط مين؟ السالري. وبكده هكون ده شكل اخر للجمله. هي دي بتوصلني دي، هي دي هي دي. ممكن احط داخلها جمله شرطيه يعني اف ستيتمنت بحيث. طب لو انا عايز اقول الاي دي اتكرر ولا ما اتكررش، لو انا هعملها هنا هدوخ. هدوخ ازاي؟ الاي دي اتكرر يبقى لازم الاول اجيب سيلكت وادور جوه الداتا بيز، هل الاي دي موجود ولا مش موجود؟ لو كان مش موجود ابدا اعمل زيت، لو كان مش موجود لفه ليها لفه، مع ان الداتا بيز ممكن تسهل لي اللفه دي. فخلونا واحده واحده بس ونشوف التفاصيل دي. الاول عايزين انا عندي الشكل ده صح؟ ده اسمه كونكاتينيشن العادي، ده كونكاتينيشن. كونكات بكونكات حاجه، بدمج حاجه جنب حاجه جنب حاجه جنب حاجه، اكون الجمله كلها. او بالشكل ده، هو الشكل الاولاني ده اللي فوق ده اضبط. اضبط شويه لانه يعني 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 مرتب اكتر بس مش اكتر من كده. ده للناس اللي هي القديمه اللي مش اشتغلت 100 لغه والشكل ده بالنسبه لها ستاندرد ما بيفرقش معاها خالص. ما تستناش اي حاجه من اللغه، هي بتكونكات كده مع نفسها وبتعرف تجمع الجمله. ايا كان شكلها. عجبك ده ماشي اشتغل، وعجبك ده ماشي اشتغل زي ما تحب تمام. انا حتى لو سبتهم هم الاثنين مش هيفرق، لان جه كده هيرابلس ده، هيرابلس ده، الاثنين في الاخر هيبقى نفس النتيجه، هي نفس النتيجه، هي نفس الايه؟ يا دكتور اللي حطينا في البدايه كان عايزين نعمل اسلوب ثالث، نعمل اسلوب ثالث، اسلوب رابع، اسلوب رابع، مش مهم. المهم في الاخر ان الجمله بعد ما الفاريبلز دي تتحط قيمتها تطلع لي بنفس الشكل ده، عشان لازم تروح للداتابيز بالشكل ده. حتى لو البيانات مختلفه بس لازم تروح للداتابيز بالشكل ده. جمع باي اسلوب، المهم توصل للداتابيز الامر بالشكل ده عشان الداتابيز تقدر تفهمه وبالتالي تقدر تنفذه. تمام؟ هي دي الفكره. فكلها طرق لتجميع النص. ايا كانت الطرق مش مشكلتنا، المهم احنا جمعنا النص وهننفذه. والداتابيز هترد علينا. تمام؟ طيب اي دي اد امبلوي ممكن نجربها، يعني نعمل فانكشن ثانيه نطلب من اليوزر هات لي الاي دي، هات النيم، هات الجوب، ونبعتهم للفانكشن دي. ممكن نعملهم كده يعني على طول، حتى اقول له اي دي، او انا معلش هعملها جوه فانكشن، هعمل فانكشن واسميها كول اد كل اللي هنقول له الاي دي بيساوي، واقوم عامل له انبوت انتر بلي اي دي. خلي بالك انا ممكن اغير حاجات برضه، انا معلش اظبط شويه حاجات، بس خلينا الاول نعمل الفكره.
النيم اخره دخل في نيم جوب سالري تمام. هنرجع على الفانكشن بتاعتي اللي هي اد امب اللي بعت له اي تو اد اي دي نيم بعت له النيم جوب بعت له جوب سالري بعت له سالري خلاص هينال عليهم الشرط. لكن انا ممكن هنا وانا بنفذ الامر ده يحصل اخطاء كتير على حسب بقى الظروف. ممكن الجمله مكتوب فيها حاجه غلط حرف غلط لو حرف غلط ممكن تضرب مني. لو البيانات مش مظبوطه بيان ما كانش كان المفروض يتضاف وهو ما اتبعتش يعني نوت نل وانت ما بعتوش مش عارف ايه اخطاء ممكن تحصل كتير. وبالتالي احنا لازم نشتغل بتراي اكسبت عشان ايه نطمن ان الدنيا بتاعتنا ماشيه تمام. فانا اقول له تراي انك ان تخلي الكرسول ينفذ الايه؟ ينفذ الكويري ده اصل الموضوع. ده اصل الايه؟ الموضوع. واخر الموضوع يعني بعد ما يقول لي الكرسول دوت اكزكيوت على الكويري هقول له يا كونكشن كونكشن دوت كوميت. كوميت يعني ايه كوميت؟ يعني احفظ واقفل وظبط كل حاجه خلاص حفظ نهائي. كوميت معناها ايه؟ سيف يعني. ماشي؟ لكن قلت له سيف اند كلوز يعني اقفل وسيف وكله تمام تمام. اكسبت لو في خطا ما لو في خطا ما حصل ممكن اقول يا كونكشن دوت رول باك. رول باك معناها ايه؟ مش سيف معناها اندو. عارفين اندو؟ اندو معناها تراجع عن اللي احنا عملناه. يعني لو في اي حاجه اتنفذت على الداتابيز تراجع طالما في ضرب اي ايرور من اي نوع تراجع طالما ان في اي غلط حصل في الداتابيز لو سمحت تراجع لو سمحت ايه تراجع. دي معنى كلمه ايه رول باك تمام. فاينالي هقول له كونكشن نوت كلوز. يعني كده كده سواء انت عملت تمام وحفظت اقفل إيه. طب طلع ايرور ورجعت في كلامك اقفل. فكده كده في الاخر انا كونكشن كلوز هقفل في الاخر كده كده الكونكشن بتاعي. في اي حاله من الحالات انا هقفل الكونكشن بتاعي. هحفظ كان بيها هرجع في كلامي كان بيها في الاخر كده كده هقفل الايه؟ الكونكشن. بس انا كده عملت مبدئيا بحافظ على الجمله ممكن تضرب. قفلت بشكل بسيط. لكن اللي في الاكسبت هنا في بقى انواع ايرورز وبتاع وشغل ممكن يتفرد له تفصيل. بس مبدئيا انا قفلت الشغل بتاعي. تعال نجرب. لما نجرب الكلام ده ونشغله ونشوف لو جيت عملت كده كليك كلمه قلت له رن ما نادناش على فانكشن اسمها كول اد. هنادي عليها بس كده يعني كده اثنين فانكشنز من غير ايه ما نادي. اقول له شغل الاد بقى رن. قال لي هدخل اي دي. قلت له هدخل اي دي 1111 4 1 الاسم قلت له احمد. احمد في عندنا حد اسمه احمد؟ ما فيش. مثلا في محمد حسن ماشي. الوظيفه مثلا السلاري مثلا ضرب ماشي. ايه اللي مزعله؟ تعال نراجع نشوف. مع انه قال لي فري ادت سكسسفولي والكول والاد ومش عارف ايه وكونكشن كلوز وضرب. مع انه قال لي ان هو اتضاف. طب ما تيجي نبص كده في الداتابيز هو اتضاف فعلا ولا لا؟ خش على الداتابيز بتاعتي ادوس على التيبل او 4 1 محمد حسن بروجكت مانجر 27000 اتضاف. الداتابيز نزل الداتابيز هو راح. بس احنا عندنا هنا ايه؟ عندنا غلطه. الغلطه في كونكشن دوت كلوز. وطبعا مطلع لي الايرور 2006 تمام. هو صحيح هو مش مديني اي تفصيل
عن الايرور، لكن الايرور دوت ببساطه جدا هو اوبريشنال ايرور، وده معروف، وطبعا تقدر تسيرش برقم الاي دي ده وهو هيجيب لك كل يعني التفاصيل عن الخطا ده لو انت عايز تعرف الخطا ده تفاصيله. وطبعا هو ظاهر ان هو ليه علاقه عندنا بالايه بالكونكشن كلوز. طب انا عايز اعرف انا ممكن اعمل كده تمام، انا مش عارف مثلا هم رايح هنا كده واقوم رايح على جوجل عادي جدا، انا اخدت الكود ومتراك البيست كده تمام، هعرف على طول ان الايه ان الايرور خاص بالماي سيكوال. فبيقول ان الايرور ده ان الماي سيكوال خاص قفل تمام، نفذ الامر وقفل لوحده، يعني هو قفل اوتوماتيك. فعشان كده هو قال لك انا مش هقفل تاني، انا اصلا اوريدي انا اوريدي قفلت تمام، انا اوريدي ايه قفلت، مش محتاج ان انا هقفل تاني. طيب ده افضل الايه الايرور اللي حصل، لكن عشان كده هو عدى ونفذ وكل حاجه تمام، وجه في الفاينل بيقول لي كلوز. صدق انا خدت بالي هو عمل ايه، الغلطه فين؟ شايفين هو في الفاينل عمل كلوز عداها، وجي عمل كلوز تاني قال لي انا قفلت خلاص، يعني احنا كاتبين مرتين كلوز، دي الغلطه اللي عندنا. انا كنت شايف بالي منها ان هو بس مجرد كاتبين احنا مرتين كلوز، فعدى المره الاولى وقفل مره ثانيه قال لك ما انا قافل، فطلع غيره وقال لك ما انا قافل بس مش اكتر من كده. لكن كده هو اتضاف عندنا عادي جدا. طب نجرب مره كمان كده بعد ما شلنا الامر الزياده ده. قال لي مين؟ قلت له واحد 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 اثنين، خد بالك بقى معايا النيم. قلت له مثلا ايه عبد الجادر جوب مثلا برودكت مانجر، ما عندناش موظفين كلهم مانجرز 27 تمام. زي ما احنا شايفين طبعا الكوليكشن دي كانت مطبوعه من الكوليكشن وان في ادت سكسسفلي وما عنديش مشكله. طب قلت له روح شوف الداتابيز، رحت على الداتابيز بتاعتي اهي ودخلت على التيبل اسمه امبلي، لقيت فعلا ادي ايه ادي محمد حسن ادي عبد الجادر عبد القادر الاثنين اتضافوا تمام كويس وبدون اي مشاكل عندنا، حلو جدا.